أعلنت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد انطلاق فرق التواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بسبع محافظات اليوم وغدا في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين، وذلك باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا. هذا وأوضح دكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأنه قد تم نشر فرق التواصل المجتمعي صباح اليوم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم، ولافتا إلى أنه من المقرر انطلاق الفريق غدا الأحد بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والجيزة وبورسعيد. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القاهرة مراسلة إكس نيوز شيرين مجدي. شيرين، رحب بك معنا في هذه الجولة الإخبارية ومزيد من التفاصيل من فضلك. بالفعل بتنتشر فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة في محافظات القاهرة والأسكندرية والفيوم لنشر الوعي الصحي للمواطنين وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة في فترة الأعياد التي نشهدها في الفترة الحالية والتي ربما بتشهد فيها بعض الأماكن بعض الازدحام أو التكدسات بالمواطنين للاحتفال بالأعياد. لكن هذه الفرق بتنتشر في تلك الأماكن بصفة عامة، في الأسواق العامة، في المحلات التجارية، دور العبادة، المواصلات، محطات القطار، كافة الأماكن التي ربما بتشهد بعض التجمعات للمواطنين للتوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية. يعني أنا الآن من داخل إحدى يعني المولات التجارية الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وهناك انتشار لعضوات الفريق التواصل المجتمعي التابع لوزارة الصحة، حيث قاموا بالانتشار في هذا المول التجاري معهم علب من الكمامات وأيضا المطهرات لتوزيعها على المواطنين داخل المول التجاري. أيضا التوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، أهمية التواجد في أماكن جيدة التهوية، وكذلك أيضا أهمية استخدام الكحول أو غسل الأيدي بالماء والصابون بصفة مستمرة، كذلك أيضا أهمية التباعد المجتمعي يعني بين الأفراد وبعضهم البعض للحد من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد. كذلك أيضا يعني تعليم المواطنين كيفية ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة والتخلص منها أيضا بطريقة آمنة للحد من انتشار عدوى الفيروس. كذلك أيضا بيقوم فرق التواصل المجتمعي بتعريف المواطنين بالمبادرات الصحة العامة التابعة للوزارة والتي تنطلق يعني في كافة محافظات الجمهورية، أهمية الاشتراك في هذه المبادرات والاستفادة منها. كذلك أيضا التأكيد على الإجراءات الاحترازية، أهمية يعني اتباع التغذية السليمة للحد من أمراض سوء التغذية. كذلك أيضا بتنتشر هذه الفرق في مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد لتأكيد على المواطنين بأهمية تلقي اللقاح، بأهمية اتخاذ الجرعة الأولى والثانية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد. كذلك أيضا بيقوم يعني أعضاء هذه الفرق في هذا المول التجاري بتعريف المواطنين بكيفية التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة لتلقي هذا اللقاح في الموعد والذي يتم تحديده لهم. يعني تتواصل عمل هذه الفرق، ومن المقرر أن تنتشر هذه الفرق أيضا في محافظات كفر الشيخ ودمياط وأيضا الجيزة وبورسعيد. هذا ما لدي، بالعودة لكم للاستوديو مرة أخرى. أشكرك زميلتي شيرين مجدي على هذا الرصد وكل المعلومات والتفاصيل. شكرا لك شيرين مجدي.